زينب بن حميد بنت جزائرية ظهرت في تسجيل صوتي مع شيخ اسمه عبد اللطيف، بتحكي في التسجيل ده قصتها مع العالم السفلي وبالتحديد مع الجن العاشق. زينب بن حميد البنت الجزائرية كانت بتحكي للشيخ في صوت باين عليه التعب والإرهاق الشديد، وده لأنها تعرضت لأقوى أنواع الضغط النفسي من العالم السفلي، وحكت خلال التسجيل حكايتها مع الجن والعالم السفلي من وهي عندها 4 سنين. بدأ الموضوع بحوادث بتحصل لها من وهي طفلة، بتسمع حاجات غريبة وبتكلم أشخاص وبتلعب معاهم، لكن دايما كان في صوت معين بينده اسمها وبيكلمها، واللي وصفته من الكلام انها ما كانتش فاهماه وقتها، وهي نايمة كانت دايما بتحس بنفس جنبها لدرجة انها لما كانت بتطلب اي حاجة كانت بتجيلها. وزينب وصفت الفترة دي انها ما كانتش فاهمة فيها اي حاجة لانها كانت طفلة صغيرة، ما كانتش خايفة، بالعكس كانت بتحس ان دايما عندها ونيس. وساعتها والدتها كانت فاكرة ان بنتها زي باقي الاطفال، ممكن تكون بس خلقت مجموعة من الأصدقاء في خيالها، تحديدا إن زينب كانت طفلة وحيدة. مامتها حكت في نفس اللقاء إنها في مرة شافت زينب بنتها لما كان عندها 10 سنين بتلعب وبتتكلم مع قطتين لونهم أسود، شكلهم غريب جدا، وكانت بتتكلم معاهم في مواضيع غريبة زي إنها هتروح معاهم لكنها بتحب بيتها وبتحب عيلتها ومش عايزة تسيبهم. ولما كانت مامتها بتتفرج عليها بهدوء شديد بتحاول تسمع الحوار اللي بين بنتها وبين القطط، القطط بصوا على الأم في نفس اللحظة، وبعد نظرات استمرت لثواني جريوا فجأة ودخلوا الدولاب. وبمجرد ما جريوا الأم راحت على الدولاب علشان تفتح باب الدولاب وتشوف هم راحوا فين. لما فتحت الباب ما لقتش أي أثر للقطتين جوه الدولاب خالص، لكن لقت إن في أثر في الهدوم بيأكد إن في حاجة دخلت الدولاب من شوية. بعد الوقعة دي مامة زينب أصرت ان البيت ده فيه حاجة مش طبيعية وان هم لازم ينقلوا منه، وفعلا نقلوا من البيت، لكن نقلهم من البيت ده ما كانش النهاية خالص. حاولوا اهل زينب ان هم يشتتوها ويشغلوها في اكتر من حاجة علشان تعيش حياة طبيعية، وفعلا زينب بدأت تحاول تعيش حياة بشكل طبيعي وبتحاول تندمج مع المجتمع الجديد اللي اتنقلت له. وبرغم الاصوات اللي كانت دايما بتسمعها كأن حد بيوشوشها وبيطلب منها كتير انها ترجع لهم، لكنها كانت دايما تتجاهل الموضوع وبتقول لنفسها ان دي مجرد تخيلات ومجرد وهم. لحد ما في مرة زينب جالها زيارة مهمة مع اهلها لحد من قرايبهم في قريتهم القديمة اللي فيها بيتهم القديم، وبمجرد ما وصلت القرية حست بشعور غريب وكمية اصوات بتنادي عليها وبتطلب منها انها تروح البيت القديم وانها تقول اي حجة لاهلها. سابت اهلها وراحت البيت واللي بالمناسبة كان مفتوح وكأن حد كان منتظرها، وفضل ماشية ورا الصوت اللي كان بيديها التعليمات واللي قال لها تقف تستنى في الحمام. وفعلا زينب وبشكل لا إرادي عملت كده لحد ما فجأة اتفتح باب الحمام لكن على عالم تاني خالص. وصفته زينب بأنه مكان شبه الأرض عادي لكن في زرع شكله غريب جدا وفي مجموعة كبيرة من الأصوات الغريبة وأصوات طبول، وكأن في احتفال برجوع زينب للمكان ده تاني، ونفس الصوت رجع قال لها إنها هتعدي على ممر وانك مهما سمعتي ما تبصيش حواليك. وبرغم غرابة الاصوات دي واحساس الرعب عند زينب الا انها قدرت تسمع التعليمات دي ونفذتها لحد الاخر، لحد ما وصلت قدام شخص وصفته بان لونه اسود وجسمه طويل جدا وكان لابس تاج، والحد ده عرض عليها الجواز وانها تسيب عالمها وتفضل عايشة معاهم وانها لو قبلت العرض ده هتعيش في نعيم طول العمر، لكن رفضت زينب العرض وطلبت منه ان هم يسيبوها وانها بس عايزة تعيش بشكل طبيعي. ساعتها جالها الرد بالآتي ان هو سمح لها بحرية الاختيار في امرين، يا اما تقبل ان هي تعيش معاهم في عالمهم او انها ترفض، وساعتها هتشوف اسوأ حاجة في حياتها وانه هيكون معاها في احلامها ومش هيسيبها تعيش عادي خالص وهتتمنى الموت. في التسجيل الصوتي للشيخ زينب قالت له ان اللقاء ده كله تم تقريبا في حوالي
حوالي 40 دقيقة، لكنها لما رجعت لأهلها اكتشفت إن عدى على غيابها سنة وأربع شهور كانت مختفية فيهم، وإن هم بلغوا السلطات باختفاء زينب وفعليا ما كانش ليها أي أثر، لحد ما مرة واحدة أهل زينب لقوها رجعة تاني وكأن مفيش حاجة خالص حصلت، وفضلت زينب بن حميد عايشة في كوابيس وأيام بشعة وبين معالجين وروحانيين ومحاولة إنها تتعالج، لكن للأسف كل التجارب كانت دايما بتفشل. والأم بلغت الشيخ إن بعد زينب بن حميد ما سجلت صوتها وحكت حكايتها والشيخ سمعه إن بعد 3 شهور زينب ماتت في بيتها بعد حريقة ضخمة حصلت في أوضتها، ومفيش أي سبب واضح لسبب الحريقة دي. سلام عليكم.